هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم والسلام عليكم من كل شر. يمر الأسبوع وقود الدنيا مقلوبة قلب، حرب وخراب وأزمات والرواتب ولا رضيت تبدي ولا رضيت تشوف كذا تخرج إيش الخبر، إيش دي من رواتب؟ ما عندهاش قليل فضول تبدي على الناس تطل براسي تتكشكش. يلا خلونا في مكستنا بس، الأمريكيين غيروا رئيس ولا حد سمع لهم ولا نقص، عادي جدا. وامس الفرنسيين غيروا كمان وها صوره زي الفل، بو جنب باب القصر وشال زوجته وفحط، لا اشتقى هولند ولا قال انا زعيم ولا جمع محبين ومستفيدين وقال انا قائد مقاومه انا بزرميطة مخلص. ما ينزلوش عندنا بشرفهم ولا بانتخابات ولا باقالات، لازم يتبهدلوا ويتبدعوا ويسمعوا خلق الله كلهم من أول مخلوع إلى آخر مخلوع. إيش من بلاد هذه منكوبة؟ كل من يشوف نفسه سلطان ويؤمن لقرار التعيين ويكون شرعي ويكفر على طول بقرار التغيير ويكون يعني لما يتم تعيين حد المفروض إيش نسوي؟ نجيب ضمين حضوري إنه ينزل باحترامه؟ ها؟ أتعلموا يغيروا بسلاسة وعادهم فوق هذا يتمسخروا بهم عادي، ما أنا بحصل سبوب مليان ديمي. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit. وكل قوم واللي عادوا يشتي عمل انقلاب بلا زواملكم. اسمعوا الناس مش فاضيين للمقهالة، معنا بلاوي تكفي 100 سنة لا قدام، مش ناقصين نبزي ونبنن كل من انفطن من منصب ولا صناعات مراكز قوى جديدة وكيس داخل الكيس ودولة داخل الدولة. الدولة دي عادي اللي ما هليش ما هليت ما وفرتش لمبة ولا لصت مروحة العجوز في هذا الحماء ولا جابت إبرة المريض ولا خيمة النازح. افتحوا انتو كروشكم وهم الزعامات الفاضية والحليم تكفي الإشارة، تعالوا نشوف ايش قالوا. قالوا الحوثة ان الكوليرا هدية ترامب لليمن ورنققوا الشوارع. رجعنا للبوية، رجعنا طلفصة فوق الجدران، مش كفاية القمامة على خلق الله، حق البوية بس كانت بتنظف 5 مديريات. منتظرين كمان زوامل للكوليرا مكسورين النابوس. إليك يا عبد العظيم كوليرا الدين، ما لقيت إلا هذه تنكروها يا حوثة. كوليرا، قدري، طاعون، وصخ، قدارة، قمامة، ولاية إمامة، يعني حوتي كذا خلق الله حافظينها غيب. قال ترامب والله ما جابكم إلا ذا وهذا يا قمامة الإنقلابيين في الدنيا، لا هو ترامب ولا المدخل. أين الرواتب يا سرق؟ سلموا رواتب عمال النظافة يرفعوا القمامة، خلق الله يموتوا وانتم تستثمروا، ناقص تنزلوا إعلانات زي كذا. الشمة مضاد بكتيري لمرض الكوليرا، اندعت لقيمة على الريق، تقيك من الكوليرا والضيق، اللجنة الطبية الفورية العليا. طيب خلاص، الكوليرا من العدوان وترامب وامريكا واسرائيل تتصامتين الانقلابيين، تمام هيا جاوبونا، كم سلالي مات من الوباء او اصيبوا؟ ولا حد. كم ميليشياوي قالوا سهل؟ ولا حد. كم انقلابي تعورت اموره واخطرت اسهال وهي تدي الصرخه؟ ولا حد.
من بات من بيت الحوثي ولا الشامي ولا العماد ولا المهدي ولا 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 برضو ولا حد. تعرفوا ليش؟ يشربوا حدا ويطبخوا بشملان ويتغسلوه عيالهم بديتول. اليمنيات مشغولات ببيوتهن ينظفوا ويعقموا ويفوروا الماء إذا لقوا دبتهن ماء، وكونتيساتهم مشغولات بالإنستغرام واشتراط القاتوهات الصامتة. فلوس فلوس وطفرة مالية من البلاد اللي لها فوها، وعمال النظافة وكل موظفي الدولة لهم 8 أشهر بلا رواتب. شفتوا كيف إنه الكوليرا من العطوان؟ أيصمتوا وموتوا يا شعبنا العطيم، وانتم صامتين ادعوا للزعيم والسيد بالسلامة. قلت لك يا ابو عفشفش ما بسيب لك اي خطاب، بعدك خطاب خطاب وكلمة كلمة، سأتتبعك. قالت لا نكون تبع للإمبريالية الأمريكية. واحد نمرة واحد، مش انت تابع للإمبريالية، انت كنت تابع للأنبرة، ولو تشتي نوريك الدليل. هو هذا الدليل، هذا سلام وأنبر مربع. نمرة اثنين. نمرة اثنين لأنه كنت تبع للقوى الرجعية. لا لا لا، ما كذا هوفته ويفهم مالش حاتي وتحالفك مع سيدي وبيدي ايش هو، او تحسبه تحالف مع فرقة رقص باله. ما عاد نشتيش نمرة ثلاثة بس، خلاص كفاية نمرات ثلاثة لن نكون موالين للصهيونية. مش انت موالي للصهيونية؟ والثورة اللي بعتها لنتنياهو وهربتها من مطار صنعاء كعربون صداقة، ايش كانت؟ او كانت ديك جدول ضرب؟ أتساءل واسأل نفسي، أين أولئك الذي كانوا يتشددون بالناصرية؟ الآن في أحضان الرجعية. يا أخي ما أنت معك وجه ربال من صدق، تتساءل فين اللي يتشددوا بالناصرية؟ أقصدك محسن فلاح ولا عيسى محمد سيف ولا الرازقي ولا الحقاقي؟ هذول كلهم عدمتهم بعد ما طلعت الرئاسة ب3 أشهر، قصقصتهم ودفنتهم قدام كلية الشرطة. ملفاتك سوداء. المهم نحب نطمنك انه ما عاد صفى لك من الناصرين كلهم الا عبد القنادي. فين هذه الايام ولا عاد شفناه ولا عاد وصل بالموتور، فين قده؟ احنا سنحاور صاحب الشان، المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي الامريكي البريطاني الاسرائيلي. يمين ما معاك إلا مهدي المشاطي خالف أضلاع أقل لك حوار، أما غيره تحلام. خذ الخبيث خلاك تشوف شباب اليمن أمريكيين وبريطانيين وصنغاليين ويابانيين، تتقلب بين ذل الميليشيا أو ذل أسيادك السابقين. ما حد بيدلنا ولا حد يركنكم أنه يقدر يعمل شيء وأنه يقدر يلوي ذراع الآخرين وتتعاملوا معه. ذليت روحك بروحك، كنت بنعمة ما عليها مزيد، مخلوع وحصانة ونص حكومة وسفارات وقادة ألوية، وتتصيد لك أرانب بالحوش. قلت لا تختلب عكفي وتجيب المتبردقين يدأسوك انت واصحابك يقعلكم لطم اللطيم، ونطيت قدام الشاشة نمد أيدينا للأشقاء وقفة، نمد أيدينا للسعودية وهم ولا معبرينك. الحوثيين بظهران الجنوب يكبسوا وانت ركبوك ظهر الحمار. المهم انتبه لا يكبسوك كبس مش الا يلو ذراعك. هؤلاء عبارة عن مرتزقة، نحن مجربين. انا مجرب لهم 33 سنة، كانوا معظمهم مرتزق معايا انا شخصيا. عشان كده كان مع الشباب حق لما قالوا ارحل، وانت ليش زعلت ما دام وانت حاكمها بالمرتزقة 33 سنة؟ من عمله بإيده الله يزيده. إذا قد خلصت شخصيا حربك مع مرتزقتك، عملت لنا نشوف النتيجة. كذا تعب، هذه مشكلتك مش مشكلتنا. مثل المنشار يدخل ويأكل ويخرج ويأكل، هكذا مثل المنشار معروفين عندنا. هذول المناشير حقك وكانوا موظفينك، كيف انت بتكون انت الكبير حقهم بتكون منشار؟ لا لا لا، انت
جريدر؟ لا أكيد أنت واحد من الثقوب السوداء ديك اللي تبلع لك المجرة والكواكب والنجوم وأقماره. يا رجال عب عليك، 33 سنة ولا شبعت ولا قنعت ولا بتشبع ولا بتقنع. مسرحية حق عدن، مسرحية جميلة، ويعتقدوا أن الشعب اليمني غبي، واحد يستقيل، واحد يعفوه، واحد يقيله، واحد يعينه على منطق عليك. يضحكوا عليك يا أخي، يقيلوا ويستقيلوا ويغيروا ويرقدوا ويقوموا، أنت إيش حشرك؟ إيش دخلها لك في الموضوع؟ أنت خليك منتظر رحمة هراتع مران وأصمور. نروح فاصل نرجع ونواصل. حيا بكم ومرحب، لازلنا مع الكائن العجيب خلع المخالية أبو عفشفش وخنبقاته. تعالوا نتحاور، نتفق على تعيين رئيس جديد بدل هذا المخلوق. سألك بالله أرجعك يقولها مرة ثانية، بدل هذا المخلوق. للحين كيف يا أبو عفشفش تشتي رئيس جديد بدل هذا المخلوق؟ رجعت العنزة تضحك على الشاه، كي قرب تقول بعاع. لا لا قرب قرب. هم بيقولوا علي مخلوع، هو المخلوع هو مخلوع. أسألك بالله إيش تشي نقول عليك؟ مطلقة؟ ما عدنا تفوق من الكرسي، لا ناتفي يا قليل العقل والشرف. خلاص ولا يهمك، نسميك المنتوف بدل المخلوع ولا تزعل. قد مسكت اللياقة وتذكرت كيف وقع بك. قسم أن أنا بزعل مزعل، أنا خلعت نفسي، أنا وأنا طلعت من الرئاسة ضايع. طيب خلعت نفسك، نسايرك، سايروا يا جماعة سايروا. خلعت نفسك، واللي يخلع نفسه إيش يسموه؟ مش مخلوع برضه؟ يا مخلوع برضاك ولا تزعل، ويا ليتك خلعت نفسك بس، إلا خلعت نفسك وورط نفسك وأصحابك باللي تشوفه الآن. بس لا يزعل عليك مشرف ويجي يخلع عيونك. مش حلو تتهزأ قدام النسوان؟ لن أكون متسولاً عند أصحاب الجلالة وأصحاب السمو. أنا من متسول. إلا صدقت شابع من بيتكم، حرم عليك، و33 سنة إيش كنت تفعل فيها؟ أو بتشقي علينا بمفرس ومقرفة؟ كنت بكير من الصبح تشل الكريك وتطلب الله على الشعب اليمني؟ إيه كنت تسمع بنا وتشولع بنا بكل مكان سعد دلالين، كان ناقص بالقمم العربية تقول والله لولا الحاجة يا أخواني ما وقفت أمامكم. كانوا الزعماء بالقمة العربية لما تجي تتصور معهم كل واحد من شك حقه الجيب، لا تصير تطق عليهم حتى المنادي لعزكم الله. ولا نسيت نادي لندن عام 2006، هاتوا مساعدات وتعالوا ديروها أنتم إن كنتم خايفين من سرقتها. أنا أرحل، لن أترحل، أنا أرحل ما أرحل. كيكي عيدة خمس مرات سريع، خد رحلت وزلقوا الناس، ما بش واحد بهذه البلاد خرج من السلطة ورجع. انسى رحلوك وما كان معهم بالساعات إلا مايك ومنصة. خلي ماذا الحين رجعوا لك بإف 16 وبوارق ترحل كل يوم من بدروم لا بدروم، ويا الله سترك لا قد حسبك مشرف متبردق بقى. إن عندنا البد الإيراني، ما عندنا مد إيراني خالص. هو ما بوش مد إيراني رسمي، صحيح كلامك، لكن أنت شابك معهم من خلف العداد. شكرا لإيرا، شكرا لإيرا، شكرا لإيرا. إيش؟ شكرا لإيرا. إيش؟ شكرا لإيرا. وين؟ خد أصحابك يقولوا شكرا سلمان، خذوهم خرجوا من السوق، هذا جاي ملقم لهم قشر، وتقول لي شكرا إيران؟ هذا وعده قال ما بوش معنا مد إيراني، وخد هو بيشكر إيران عاد لو مدت. إيران ما تنديش بياس، إيران تندي تفاح، انتبه، والتفاح مش كويس عليك يا أبو عفشفش. أتمنى أن إيران تمد يدها للتحالف معها ساعة حالفها. هذه إيدك ما عاد دريتش وين توديه ولا وين تمدها،
ساعة تمدها للأشقاء وساعات شتي تمدها لإيران. يد محروقة محروقة أفهم، يد حاوي والعبان فاشل فاخذ كل أهلية، يدك دي آخر من استخدمها الحوزي. بالله عليك حد استخدم شي بعد الحوثاء يا ذا كوليرا كوليرا عقول. ولا اسمع يا ابو عفشفش، حتى ايران عارفه لمين تمد يدها، انت عندها لا شاوي، انصحك يدك المحروقه دي اجلس قرطط بها سنه باك واعمل اتصالات وبس، اكثر من كذا ما عاد تديش حاجه دي اليد. ليش حرام ان تكون لليمن علاقات مع ايران؟ مش عيب، دوله اسلاميه كبيره. طبعا طبعا مش عيب، إذا كان بالحلال إحنا بندعي لك بالرفاه والبنين ويرزقكم الذرية الصالحة زي كده. الصواريخ يمنية روسية، والمصنعين يمنيين يمنيين، والمطورين يمنيين. قلت توقف ضرب الصواريخ، قلت لا بأس، سنقنع شركاءنا ورفاقنا. يا راجل يا طيب يا وسيط يا فاعل الخير، سنقنع شركائنا، حاول حاول بايقع حق السعايا، اعمل اتصالاتك بيدك ذيك اللي ها وبلغنا. تذاكي بايخ ومكشوف، الحاليه منك والشواهي من الحوثه. قال لا يطوروا الحوثيين، يطوروا صواريخ، من فين يعرفوا يطوروا؟ ما طوروا الشاصات اللي تعطل ينذقوه وينهبوا واحد ثاني. هذه لابد ما يستبدل، لابد ما يستبدل، لا نقاش. روح لك. اوه انت ما شفتش الفاتوره يوم ما نتفوك؟ معليش معليش كنت مشغول، وسجل بالفاتوره حق هذه لا يستدل ولا يسترجع، ما قدرت تتغير الصمات وهو جنبك، عادك تشتي تنك على عند هذه، ما خفت عقلك ما هي الا هي، بلاش تغير الصمات، اليوم بس اطبع الميثاق وقودك رجال. قال يستبدل هذه قهل وهذه الطائرات والحرب كلها عشان ايش؟ احنا مساندين واقفين مع شرعية انصر الله ضد العدوان، ضد العدوان احنا وياهم شركاء ضد العدوان، لكن هي القيادة السياسية هي المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة ونحن شركاء معاهم في الإدارة. سمعتم يا حوثيين؟ قال هو بس الله شريك وانتم المسؤولين عن إدارة شؤون الدولة، يعني حملكم الليلة كلها، وبدل ما يطلعكم فوق الحمار طلع الحمار فوقكم. انتوا لا تقصروش بالملاطيم لحق الطابور الخامس، قال شرعية انصار الله ويروح يتفاوض مع الامارات والسعودية باحمد ولده لحالهم، داخل بالمغنم وخارج من المغرم. تحملوا بعض الاستفزازات، تحملوا وتحملين ايتها الاخوات بعض الاستفزازات المبسوطة والمبرمجة والمؤدلجة من عناصر لا فيها خير ولا ترى الخير لليمن. تحملوا، ايوه ايوه تحملوا، اذا جاتك لطمة بخدك الايمن ادي للخد الايسر لما يتخارج الزعيم من زنقته، اوقفوا موعد الحين في ساعات العسرة، اذا قطف حد خارج اليمن سدوا انتوا اللجان الشعبية ولا المشرفين. في ناس غير مسؤولين يتكلم بدون فرامل، ما مش معهم حتى فرامل، انه يعرف ايش بيقول وايش بيتكلم، ولا يعرف ان كلامه مضر. ايوه كلامه مضر، يقلب الملاطيم لنفسه. عفش مش مسؤول عن كل حد منكم يقول كلام من دون فرامل، اقترح انك تفتح ورشه وقد تكون تركب لاصحابك كنويسات وتسميها ورشه البتاس للبنشره بعيال الناس. احنا تنافسنا في انتخابات مع الاصلاح وجبنا الاغلبيه، قالوا لا نشيل الشراكه. يا اخي كيف شراكه؟ شراكه تمام في مؤسسات الدوله في الوظيفه العامه لا باس. قد كنت في نعمه مخلوع تصيب ارانب بالحوت، بس ايش نعمل لك؟ طلعت ظبط نعمه. كنت تنافس مع احزاب قلت لا، تشتي ميليشيا ولجان شعبيه من ربط ارجله سحبوا. اتهمتوا المؤتمر بالفساد 33 سنة وانتوا بتعملوا تغرسوا بطل. لا الحوثيين غيروا رأيهم هذه المرة، ولهم سنتين يغرسوا عيال الناس يا مخلوع، وملوا الدنيا كل مقابر
بكل زخت وقرية وسموها المزرعة السعيدة، وبايغلعوا البصل حقك على بصلة بصلة. وأنا الآن رئيس حزب معارض. حقرا إبليس قال رئيس حزب معارض. كيف المعارضة حقك ذي؟ داخل في الربح وخارج من الخسارة، نص حكومة الوفاق وكنت معارض، واليوم رئيس حكومة حز يز من حزبك، ونص حكومة الحبت وتربية يدك وانت معارض. تعارض بالخط؟ تعارض من؟ وحوثي؟ نعم ولا معارض؟ بتس يا حوثي وشيل العيبة كلها، انقلاب وحرب ودمار وكوليرا وهزيمة، ولا معارض وفعل خير يتوسط عند الكل تبطل نثرات وش ولا نقص. Blah, 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 blah.